بالعكس هذاك الانسان رخصو للرياضه رخصو يخرج رخصو مع من يتحدث دونك ما خصوش داك الانغلاق لان داك الانغلاق عاد تزيد ما يركز ويتحن في داك تزيد في المرض ديالو ما يمكنش هذا الانسان غادي نعتني بهذا الانسان اللي عنده الزهايمر ولا ما كانش عندنا معرفه بالمرض ديال الزهايمر كيفاش غادي نتعاملوا معاه كيفاش غادي نهضروا معاه ملي تيدير شي عمل ولا شي حاجه اللي ما تتعجبناش كيفاش غادي نهضروا معاه دونك كل هذا لان عنايه خاصه حتى ولو ما حنا ما عندناش هذيك العنايه الخاصه غادي نشوفوا الناس اللي عندهم هذه العنايه نستشروا معاهم ونهضروا معاهم لان دوك الناس تكونوا ناس حساسين بزاف وتيسمح لك راه تتخطر تتهضر معاه وتتصيبو تيتقلق لان انت ما هو تيهضر معاك بواحد اللغه وخصك تفهم حتى اللغه ديالو ديال الايمه ديال الرجل الايمه ديال اليد ولا هذا وشي خطره تيهضر معاك وما تتفهموش تيبقى تيتقلق دونك خصو واحد العنايه خاصه لهاد الناس هذا وثانيا ما نحرمهمش ما نايزوليهمش سيدي نبقاو معاهم واخا تيكون تيهضر وتيقول شي هضره اللي ماشي هي ديك في الواقع خليه يهضر عطيه داك الوقت ديالو. السلام عليكم، انا استاذه زهراوي ماجده اخصائيه في الطب الباطني وفي امراض المرضى المسنين وكيف ما كتعرفوا اليوم هو اليوم العالمي ديال ضد مرض الزهايمر وهذا النهار قررنا مع الجمعيه الرابطه ديال قدماء المحاربين وجيش التحرير مع نضموا مع الرابطه ديال اورو متوسطيه اللي كتعتني بالامراض المسنين باش نعملوا هذا النهار هو نهار تحسيس وبغينا يكون انطلاقه نهار ديال التعليم وديال التحسيس ديال الاطباء ولكن ديال الممرضين ايضا ديال المساعدين الاجتماعيين وبالاخص العائلات والناس اللي كيعانيوا بالامراض المسنين بصفه عامه. ما كاينش الاخصائيين كثار اللي كيعتنيوا بهاد الامراض ديال الناس المسنين دونك حنا بغينا نعموا التدريس بالاخص الاطباء ديال الطب العام. يوسف مرحو رئيس قسم الشؤون الاجتماعيه بالمندوبيه الساميه لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير. في اطار الاحتفاء باليوم العالمي اللي كيتزامن مع اليوم العالمي لمرض الزهايمر تنظم المندوبيه الساميه لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير بتعاون وشراكه مع الرابطه الاورو مغربيه للطب المسنين وعلوم شيخوخه لقاء تواصليا علميا وتحسيسيا اللي كيهم لفائده قدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير وذوي حقوقهم وكذلك فعاليه المجتمع المدني. وهذا اللقاء التواصلي كيندرج في المسلسل ديال اللقاء التواصليه اللي دابت المندوبيه الساميه لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير على انها كتربطها مع قدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير وذوي حقوقهم انسجاما لكياتي هذا اللقاء التواصلي انسجاما مع التوجيهات الساميه لصاحب الجلاله نصره الله اللي كياكد على الدور ديال الاسره وكذلك فئه المسنين بالاضافه للتامين المنظومه التامين الصحي الاجباري اللي كتستافد منه اسره المقاومه واعضاء جيش التحرير كفئه مدعمه بالاضافه الى ربط جسور العلاقات مع فعاليات المجتمع المدني وكذلك الكفاءات ان على المستوى المحلي بالمغرب او بلدان من المهجر. اولا اشكر الصحفيين اللي حضروا بكل تلقائيه لهذا اللقاء وهذا ليس بغريب لاننا نتقاسم نفس المهام الا وهي التوعيه والتحسيس ديال المواطنين. فبالنسبه لهذه الندوه هذه اخترنا موضوع التحسيس والتوعيه بالنسبه للاهالي والمحيط الذي يعيش فيه المريض بالاخص المرض المسن وبالاخص بهذه المناسبه ديال اليوم العالمي للزهايمر بالاخص المريض بالمرض الزهايمر. لانه بدون معرفه خصائص المرض لا يمكن ان يكون هناك تعامل ملائم يحترم خاصيه المريض المسن. من خلال الحضور سيتبين لكم تواجد كل الفئات العمريه عائلات المرضى مساعدين مساعدات ومساعدات دار العجزه حتى هما وهناك افتح قوس بانه اصبح الزاميا التكوين في هذا المجال وخلق مراكز للتكوين. اولا بالنسبه للمتدخلين غادي تلاحظوا فهناك مزيج من الكفاءات من الداخل وخارج الوطن وهذا غادي في نفس الاتجاه السياسه المولويه التي عبر عنها صاحب الجلاله حفظه الله في خطابه ذكرى توراه الملك والشعب والتي عبر فيها جلالته
ودعا فيها إلى إدماج الكفاءات المغربية في الخارج. الهدف دونك اون كونكليزيون أو ملخص، الهدف الأول هو إرساء قواعد سليمة يمكن للعائلات وعامة الناس التعامل بها مع المسن بعقلانية تتطابق مع نظم مدروسة. وشكرا على هذا اللقاء. بارك الله عليكم.